هجي لك على افضل تشكيل في دور المجموعات بس الاول عايز اخلص المنتخبات العربيه واسالك على المنتخب اللي يسعد اللي صح. يشرح القلب منتخب العربي المنتخب الموريتاني اللي بيظهر بشكل محترم جدا في هذه البطوله. احنا عشان نبدا في رحله المنتخب الموريتاني ممكن نجيبها من من فتره طويله ان المنتخب الموريتاني من سنه 95 لسنه 2003 المنتخب الموريتاني ما كسبش اي مباراه ما كسبش اي مباراه لا وديه ولا رسميه ولا اي حاجه دخل في نفق مظلم طويل جدا لحد ما جت سنه 2010 تحديدا وهي دي كانت بدايه ثوره الكره الموريتانيه لما ساعتها تم انتخاب احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني وقتها في سنه 2010 فالراجل كان عنده الخطه بتاعته بدايتها هي الدوري الموريتاني ازاي يقدر يطور الدوري الموريتاني من ناحيه التنافسيه ازاي تبقى البدايه بالبنيه التحتيه للكره الموريتانيه عشان يقدر يخرج منها لاعبين بعد ثلاث سنين بعد ما ما الاتحاد الافريقي بدا يحس فعلا ان في تطورات بتحصل في الكره الموريتانيه هو طلب ساعتها ان هو يحصل على دعم ب مليون دولار من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي دعم دون وخد فعلا ال مليون دولار وحطهم بالكامل في 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 مراكز تطوير الناشئين والبنيه التحتيه ما حطهمش خالص على الفرق الكبيره وكان هدفه وقتها وهو قالها بشكل صريح في 2000 في 2013 ان هو بعد عشر سنين يكون موجود ضمن كبار قاره افريقيا بالجيل اللي هو بيبدا يطوره وبيبدا يشتغل عليه في 2013 واللي هو فعلا دلوقتي شفناه ان هو موجود مع مع الكبار وبيتاهل لكاس امم افريقيا المنتخب الموريتاني تواجده في البطوله النسخه الحاليه هو الثالث ليه على التوالي وكان ذكاء كبير جدا جدا من احمد ولد يحيى ان اول ما امير عبده قرر انه يرحل من تدريب منتخب جزر القمر وهو اللي عمل نقدر نقول انه عمل تاريخ منتخب جزر القمر في في كاس امم افريقيا بعد ما حقق بهم انجاز تاريخي مع جزر القمر النسخه اللي فاتت وقدر يطلع منتخب غانا بسيناريو اقرب لمنتخب الجزائر ذكاء كبير جدا جدا منه أنه هو قرر يتجه لمدرب زي امير عبده واثبت جدارته الكبيره في قياده منتخب بنفس وضع منتخب الموريتاني وهو منتخب جزر القمر عجبني جدا جدا في امير عبده ان هو واثق جدا في فريقه حتى رغم ان النتائج انا بشوف ان ظلمته جدا في اول مباراتين هيك. المباراه الاولى خسر براك للجزائر في الدقيقه 95 وقعد في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الجزائر وقال ان احنا زي ما خرجنا غانا النسخه اللي فاتت نقدر نخرج الجزائر النسخه الحاليه وطلع ليه تصريح قوي جدا جدا بعد المباراه قال ان انا وريت لعبت بس في المحاضره اللي قبل الماتش ان كل المواقع وكل الجرائد بتتكلم عن ازاي المنتخب الجزائري هيلعب محدش مهتم احنا هنلعب ازاي فاحنا عايزين نخليهم يهتموا بينا احنا هاي. داخل ارضيه الملعب لازم يهتموا بينا احنا وده اللي انا قلته لعبت بس عشان هاي. احفزهم قبل المباراه هم. وفعلا شفنا دون داخل ارضيه الملعب فانجاز هو عمله قبل كده مع جزر القمر وهو مع بيعمله مع موريتانيا ويستحقوا يعني الكره الموريتانيه بشكل عام عن تطورهم الكبير اخر 10 سنين وفي الاخر احمد ولد يحيى وصل للهدف اللي هو بناه من عشر سنين لما حط خد الفلوس بالكامل حطها على قطاعات الناشئين واللي هي ابرزت لنا اللعيبه اللي موجوده حاليا في المنتخب الموريتاني بيحققوا اول فوز ليهم في تاريخهم في كاس امم افريقيا ويتواجدوا في دور 16 لاول مره في تاريخهم قد يكون الحظ رؤوف بيهم شويه طبعا منتخب كاب فيردي منتخب اظهر قوته الكبيره جدا جدا في المجموعات لكن يبقى منتخب مش بخبرات كبيره زيه زي المنتخب الموريتاني ممكن موريتانيا تكسب لعل... كاب فيردي إن, ان شاء الله انا عندي احساس ان تكسب كاب فيردي بالظبط